أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال وسيدات الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم مدام رنا بلحظ، صاحبة The Groom Room في إمارة دبي. حابين نرحب فيك بداية، نورتينا ونورتي البرنامج. أهلا وسهلا، ولي الشرف أن اليوم مستضيفين معكم. أهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. الاسم رنا بالحاص، لبنانية جنسية مقيمة بالإمارات من 2005 لحد الآن. ممتاز، خبرينا أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها في The Groom Room وأيضا صالون رنا بالحاص النسائي اللي متواجد في مدينة العين. شوفوا الخدمات اللي بنقدمها هو ما يخص العناية بالشعر والعناية بالأظافر، العناية بالبشرة، مساج ريلاكس. والخدمات بتاعتنا مميزه لانه السيرفيس كثير حلو، الشباب حلو، متعاونين مع بعض الحمد لله. ممتاز. ونفس الشيء بصالون رنا بالحاص. ممتاز. طبعا في ظل المنافسه الموجوده في اماره دبي، في دوله الامارات، في جميع مجالات العمل، في مجال الصالونات بالتحديد لازم يكون عندك شيء من التميز. شو اللي بيميزكم اليوم عن باقي المنافسين الموجودين بالسوق؟ في اكثر من شيء يعني، والاهم اللي هي الروح الحلوه، التعاون، الستاف كله مع بعض هوني ولا بصالون رنا بالحظ. الستاف عندي اخوه يعني ايد وحده، متعاونين بيشتغلوا كلهم، فاتوا على هالمصلحه بحبوها. يعني مش انه الهدف انه انا بدي اشتغل وبس، لا، والمصداقيه بالشغل يعني سيرفيس البرفكت والمصداقيه اهم شيء. اكيد طبعا. شو الهدف والرؤيه، الخطط اللي جايه لرسمينا ان شاء الله في السنين الجاي؟ ان شاء الله يعني فرع على جروم روم، برامج باسم جروم روم ان شاء الله. اتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق، وان شاء الله بنشوفكم في اعلى المراتب. طبعا احنا موجودين في دولة الامارات، دولة الامن والامان. كيف ممكن يساعد الامن والامان على استقطاب السوق، وخصيصا كمان انه نحكي كيف ممكن يساعد الامن والامان كسيدة اعمال، وشو بيعني لك الامن والامان؟ يعني شوف لها دور كبير، يعني كلمة شكر يعني دولة الامارات هي لها دور كبير اني انا ناجحة هلا وانا واصلة اللي انا فيه. فكلمة شكر ولا كلمة نحن الدولة بس أمن وأمان مش كافي. يعني نحن شو ما نعمل ما منجازي، بس دايما بقول فوق الشكر إن شاء الله الله يديمها هيدي راحة نفسية والأمن والأمان. يعني بيكفي حنقول أنا بطلع كسر، بطلع بأي وقت بالليل بالنهار ما بكون خايف، هيدا لحاله هذا قد يعني هذا ما بيتشرب من الدنيا. اكيد طبعا. في نهايه الحلقه حابين نتشكرك على ظهورك معنا، نورتينا ونورتي البرنامج. شكرا لك. حابين ايضا نتعرف على كيفيه الوصول والتواصل ل The Groom Room. Groom Room في عندكم بزنس كارد، هلا بنحط لكم اياه مع الارقام التواصل، وبالنسبه موجود الانستغرام بتشوفوا شغل الشباب والديكور. بعد هذا السبب حلو أن يكون في دكور حلو. أكيد طبعا. جميع أرقام التواصل سوف تظهر أسفل الشاشة. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفتنا المميزة. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. شكرا. شكرا لك.